حيدر بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الوقفة اللي قرها الحزب على صعيد كل المقرات ديالو وطنيا وجهويا واقليميا وعلى صعيد الفروع هي وقفة لترحم على روح فقيدنا العزيز سي عبد الرحمن المجاهد سي عبد الرحمن اليوسفي، فقيد الاستقامة والأخلاق السياسية وفقيد كل المواطنين وكل الهيئات السياسية والنقابية وكل مكونات ممكنة في البلاد، وهذه بمناسبة نشكرهم للتعازي اللي قدموا في فقدان السي عبد الرحمن. السي عبد الرحمن رجل وطني، ديما تيقولها هو راه وطني قبل يكون اشتراكي. تضحية ديال السي عبد الرحمن بالنسبة لوطنه محتاج شيء شي حد آخر يكتبها، لأن التاريخ اللي تيكتبها هو فاعل في التاريخ كذلك. التاريخ المحلي بين كل شيء نعزلوه على وجود وعلى عطاء السي عبد الرحمن اليوسفي، يعني في المسيره ديالو كامله، سواء دي كان في سواء كمقاوم ثم سواء كمعارض سواء كقائد للتجربه ديال التناوب واللي كان فيها اللي هي كانت تجربه ديال النقل السلس للحكم في المغرب، وكذلك حتى لما اعتزل السياسه تنظيميا، هو ما اعتزل السياسيه كفكر وكاهتمام، قال السي عبد الرحمن مخلص للبلد ومخلص لوطنه، وهذا هو الارث اللي خلى المناضلين اللي زوم عليهم اليوم باش يعني ياخذوه منه ياخذوا التوجيه منه ياخذوا العبره ويكونوا في المستوى. وشكرا.